اختيار 5 أفلام بالمسابقة الرسمية لهذا العام من أصل 28 فيلم عرضت تجاريا أو عبر المنصات عام 2021، وذلك وفقا للمعايير الأخلاقية والإنسانية للمركز. والآن نشاهد معا فيديو عن الأفلام المشاركة بالدورة 70 لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما ولجنة تحكيم هذه الدورة. قصة حبنا أنا وجدتك حكايتك أنت. المشكلة إن كل واحد بيتكلم لغة تانية مش معنى. بيتكلم نسمع من عمرك بس الناس مش فاهمينها. إيه ده؟ ما في قصص حب لازم تتحكي. عشتني أوي. كنت كده معاك. أنا مش هفهمك بيتك بقى. أنت بتحبها؟ كنت بحبها. حسسني ان انا اول بني ادم حط رجله على القمر.